يا اهلا بكم مره ثانيه، عوده لعشرة الصبح في الاهلي وتاني واخر فقراتنا الحواريه. الحقيقه في ناس كتير بتعاني من السمنه المفرطه، البعض منهم بيلجا للدايت انه يعمل ريجيم سواء بينجح فيه او ما بينجحش قوي، لكن في بعض الاحيان بنلاقي ان في ناس مضطره وما قدامهاش غير ان هي تجري عمليه جراحيه للسمنه، تدخل جراحي. الحقيقه الناس دي بيكونوا في امس الحاجه لوجود كميات كافيه ووافية من الفيتامينز في جسمهم خصوصا بعد إجراء هذه العمليات. ده الموضوع اللي يمكن هنخص يعني جزء من الحلقة كده يعني أو من الفقرة دي في الكلام عنه، لكن بشكل عام احنا هنتكلم في الفقرة دي عن الفيتامينات وأهميتها بالنسبة للجسم. ده اللي هنتكلم فيه مع دكتورة دينا أبو سعود اللي بتنورنا دايما في 10 الصبح في الأهلي. صباح الفل يا دينا. صباح الخير، أهلا بيك. يا عاملة إيه؟ كله تمام؟ عامل إيه؟ الحمد لله ماشي الحال. الحمد كله لله. تمام زي الفل. موضوع مهم وموضوع أيوة حلو وهيفيد ناس كتير إن شاء الله اللي هنتكلم فيه ده. فكرة الفيتامينز، لان يمكن البعض مننا مش واخد باله من اهميتها، مش واخد باله من ان هو المفروض لو مش بيحصل عليها بكميات كافيه من خلال الغذاء الصحي انه يلجا لمكملات الى اخره. فتعالي نبتدي باهميه الفيتامينز للجسم عموما وبصفه خاصه للناس اللي لسه خارجه من جراحه سمنه. الفيتامينات والمعادن مهمين جدا لصحة الإنسان ولصحة البني آدم سواء من السيدات أو من الرجال. من أهمية أو أهمية الفيتامينات والمعادن للصحة العامة والصحة الجسدية والصحة النفسية. لو أنا باكل أكل صحي بقول خلاص مش لازم ناخد فيتامينز مادام احنا متأكدين أن كمية الفيتامينز اللي بناخدها كويسة، لكن صعب جدا ان انا اقدر اعمل مونيتور لكميه الفيتامينز اللي بناخدها من الاكل، لان معظم الفيتامينات الجسم لا ينتجها. فمن اهم الحاجات اللي بيعملها الفيتامينات للجسم، اولا بيديني طاقه كويسه قوي، واحنا كلنا عايزين طاقه في اليوم، كلنا بنشتغل وسواء ستات او رجاله. صحيح. او الستات اللي ما بتشتغلش عندها مهام في البيت كتير، عندها اولادها توديهم جامعه، توديهم مدارس، توديهم جيم، تمارين الولاد. تمارين بالظبط. فاول حاجه دعم الطاقه، تاني حاجه دعم المناعه. مهم قوي ان انا اعرف ادعم مناعتي لاي فيروس بيهاجمني او اي بكتيريا او حتى الفطريات. في احيانا بتبقى فطريات لو مناعتي قليله بتتمكن مني، لان جسمي عليه فطريات، لكن لو مناعتي قليله الفطريات اللي مش كويسه تقدر تتمكن مني. ومن اهم الحاجات لصحه الشعر والبشره جمال الست، شعرها وبشرتها، فيتامينات ومعادن رقم واحد. الفيتامينات والمعادن مهمة كمان لحرق لعملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون، ده مهم جدا. ولدعم الصحة النفسية والمزاج العام. يعني أنا لو صحية عندي نشاط هيبقى نفسيتي كويسة وبوزيتيف انرجي، لو صحية بفطر وعايزة أنام تاني هتبقى مشكلة. فعلى طول بقول مهم جدا جدا فيتامينات ومعادن ان انا اكتسبها يوميا سواء من الاكل الصحي او من المكملات الغذائية المصرحة من سواء وزارة الصحة او هيئة سلامة الغذاء. تمام، حلو. طيب بالنسبة بقى للي لسه خارج طازة من احدى عمليات الجراحات السمنة، سواء بقى تكميم، تحويل مسار، نسمع حاجات كتير طبعا، هل دول فعلا بيكونوا محتاجين للفيتامينز اكتر من الشخص العادي؟ طبعا، ده اوتوماتيك الدكتور المعالج بيكتب على طول فيتامينات ومعادن اوتوماتيك. لان انا لما باجي بلجا لعمليات سمنه، لو بلجا لتصغير المعده فحجم المعده بيبقى ربع الحجم اللي كان موجود. أيوة. فكميه الاكل اللي بتبقى قليله جدا طبعاً. فصعب ان انا اعرف اخد من الاكل القليل ده فيتامين سي، فيتامين بي كومبلكس، كالسيوم. الكالسيوم مهم جدا لصحه العظم والانقباض عضلات العضلات وبالاخص عضله القلب. صعب قوي ان انا اعرف اخد انتيك مثلا من فيتامين اي المهم كانتي اوكسيدنت، من الزنك المهم لكل العمليات الحيويه، من الكوبالامين اللي بيدعم لي الدم وكرات الدم الحمراء. فلازم اخد مكمل غذائي او مالتي فيتامين امن امشي عليه على طول. لو مثلا بعد العمليه ما بقدرش ابلع، ممكن لو هتكلم على البا مالتي فيت ممكن اطحنه وادوبه واشربه اول اسبوع من العمليه، وبعد كده او اول اسبوعين زي ما الدكتور يقول امتى يقدر يبلع. وفي كل الفيتامينز المطلوبه للشخص ده بصفه خاصه اللي لسه طالع من العمليه. طبعا، في من اهم الفيتامينات اللي داخل البا مالتي فيت فيتامين سي، هيدعم له المناعه جدا
جدا. هيتعاملوا امتصاص الحديد عشان ما يجيلوش انيميا. عندي داخل ألبا مالتي فيت، طبعا احنا شايفين صوره ألبا مالتي فيت على الشاشه، لان مهم قوي اقول ان ملناش بديل لهذا المنتج. احنا موجودين في الصيدليات او عن طريق الارقام اللي ظاهره على الشاشه، بنوصل لحد باب البيت. عندي 13 فيتامين مهم جدا للناس اللي بتعمل جراحات سمنه، من فيتامين سي، الكوبالامين مهم، الفوليك اسيد موجود، كل عائله فيتامين ب موجوده داخل اي ال بي مالتي فيت. ودي حاجه ميزه عندنا، ان صعب انك تلاقي مالتي فيتامين يحتوي على كل عائله فيتامين ب بلس الكالسيوم وبلس الفوليك اسيد. تمام، جميل. طيب انا بقى عايز استاذنك ان انا ادخل في وسط اسئلتي اسئله المشاهدين، لان انا عندي عدد حوالي 6-7 اسئله. أوكي. فعشان يعني الوقت ما يسرقناش من غير ما نقول اسئله الناس. في سؤال من سندس رجب بتقول: رائحه العرق النفاذه برغم استخدام مزيلات العرق ممكن يكون سببها نقص الفيتامينز؟ ممكن يكون سببها نقص الفيتامينز، زي فيتامين بي كومبلكس ممكن يبقى من احد اعراض اسباب رائحه العرق، تراكم السموم. فيتامين بي هو اللي بيدعم لي سرعه الايض، وهو بيدعم لي التمثيل الغذائي. فتقدر تستخدم ألبا مالتي فيت، اهم حاجه ان انا ما اكترش عن قرص واحد في اليوم. أوكي. عشان حد يقول لي طب انا محتاج اكتر من قرص، ده وقتها لو مثلا حد كبير شويه في السن وعمل تحليل فيتامينات وقتها ولقى الدستراكشن رهيب، يسال الدكتور بتاعه، الدكتور المعالج، لو محتاج اكتر من قرص. أوكي. الناس السلام بياخدوا قرص واحد، قرص واحد بس. بالظبط. امتى؟ بعد صباح. صباحا. ليه بقى؟ ما بحبوش قبل النوم لانه بيدعم لي الطاقه جدا. أوكي. بعد الفطار اهم حاجه على كوبايه ميه كبيره، مش بق ميه. أوكي. لان ده داخل ألبا مالتي فيت كل الفيتامينات اللي فيه قابله للذوبان في الماء عشان تبقى امتصاصه احسن ويخش مجرى الدم بسرعه، فلازم اخده على كوبايه ميه كبيره او بعد الغداء. الرياضيين ممكن ياخدوه قبل التمرين بتاعهم بساعة عشان يقدر يدعم لهم الطاقة ويعرفوا يقعدوا فترة أطول في التمرين بتاعهم. زي الفل، جميل. طيب